أنا بشيء؟ صباح الخير، معك أوليفيا، بس حبيت أشكرك على أمس. قاصر عليك أنا بشيء؟ لو في شيء كان ما طلع لهني وغير مجال عشانك، كان هذه الشركة وقاعد وياك. دام ان انا مو قصره معاك بشيء ومو متضايق مني، هي الذوق هذه مني عشان اعرف ان انت مو متضايق. دقيقة بس. وصلني مسج. الشركة جالسة تصاميم قاعدة أشوفها، شيء؟ إي عادي خلني أشوف. دلال، عطني سوالف المراقبين، ها ترى كبرنا. يصير خير يا ناصر. مردي أعرف شو اللي خاشة. ما أطلع دلال إذا ما عرفت. ليش لا تكلم علي تليفون وانا في البيت؟ انت ما تفهمين؟ وي يا حسره قلبي، راح الوقت وانا اقرا قران ونسيت اطبخ لك. انا اسف حبيبي، حقك علي. عشر دقائق ربع ساعه بالكثير على ما تبدل وتوضب وتصلي وتدعي تجود الاكل جاهز. ولا يهمك جبال، ولا يهمك، اخذي راحتك. انا ما اخلص اصلي وتالي يا ساتر. يا عمري انا اسفه والله حقك علي، ما ادري شو اللي صار لي اليوم. انا اسفه. شلونك وليد حبيبي؟ شخبارك؟ هلا والله. حبيت ابشرك ان فاطمه اختي فازت بالانتخابات. الله يحفظك، انت توك تسولفين؟ زين شو قلتي لي من قبل؟ عاد انا وامي بنروح لها البيت يعني تشاركها فرحتها، ودي انك تكون موجود. الله يحفظك. بعد انا اليوم خفاره، نسيتي شنو؟ صدق؟ بس حد يعني كنت اتمنى انك تكون موجود. عاد انا فرحتي ما تكتمل الا بوجودك. خلاص مو مشكله، بس لما توصلين البيت دزيني مسج عشان اطمن عليك. حاضر، على امرك. يا رب. هلا يا الحب. لا الوالده داق على التليفون، شو تقول لي؟ تقول لي بزوجك. قلت لها لا. تزوجيني شنو؟ انا عندي واحده